اهلا بحضراتكم معانا نكمل اخبارنا، وهنشوف دلوقتي فيديو عن نجاح اجهزه الامن في ضبط 133 طن من زيوت سيارات سابقه الاستخدام، معاد تدويرها في مصنع غير مرخص. والحقيقه يعني هتشوفوا الفيديو، هتشوفوا انه المصدر السعيد في هذا الفيديو انه المصنع كده وعربات الشرطة دخلاله في حتت تبدو بعيدة عن أعين البلد، يعني أماكن صغيرة كده وأماكن مش معروفة. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المسؤول عن مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالإسكندرية بمزاولة نشاط غير مشروع من خلال تجميع كميات كبيرة من زيوت السيارات السابق استخدامها وسولار محظور تداوله وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وعسر بداخل المصنع على أكثر من 128 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام، ونحو 5.5 أطنان زيوت سيارات معاد تدويرها، و 8000 لتر سولار قام بالاستيلاء عليها من محطات الوقود دون التعاقد عليها مع الجهات المعنية. الحقيقة أنه هذه الجهود جهود طيبة جدا للقضاء على الفساد، لأنه اللي بيحصل أنه السواقين والناس اللي هم يعني مش معاهم عربيات ملاكي أو معاهم عربيات ملاكي بسيطة صغيرة، ممكن جدا إغراءهم بأن الزيوت دي أحسن ومعمولة في مصانع نظيفة وكل ورقها سليم، بس هي يعني إيه رخيصة لأن ما عليهاش البادج مثلا بتاع، مش عايز أقول أسماء يعني، فممكن جدا يحصل أضرار كبيرة جدا وحوادث خطيرة لا قدر الله لو استمرت هذه المصانع اللي بيسموها مصانع بير السلم. ما بقتش بير السلم، ده مصنع، ده حاجة يعني كبيرة الحقيقة. طيب تعالوا نروح لخبر مهم جدا ليه علاقة بتصريحات سيد اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب، اللي قال إن قناة الجزيرة كانت ولا زالت وسيلة إعلامية موجهة للإضرار بالأمة العربية وتنفيذ أجندات دولية وإثارة الفتن بالشارع المصري والعربي، وليس بهدف البناء بل التدمير والفوضى غير الخلاق. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قناة الجزيرة تواصل هذه الممارسات الإعلامية من خلال توجيه تعمل عليه من قوى كارهة للإضرار بالشعب المصري والعربي، وهي وسيلة من وسائل مستخدمة في التعبئة ضد العالم العربي وإثارة الفتن داخل دول الشرق الأوسط. سيادة اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، مساء الخير على حضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بيك ومشاهديك الكرام. يعني إحنا يعني كان معانا برضو خبر عن أنه إحدى قنوات الجزيرة اللي هي بي إن سبورت، أحد السادة الأعضاء مجلس النواب برضو بيطالب بوقفها في مصر لبثها مواد غير أخلاقية للأطفال أو للشباب، وسيادتك يعني ممكن تنورنا بإيه أهم الملامح اللي شفتها سيادتك في الفترة الأخيرة لإثارة الفتن داخل وخارج مصر في المنطقة العربية من هذه القناة؟ تمام حضرتك. طبعا قناة الجزيرة انشئت أساسا وبتمويل عالي جدا وبتكلفة باهظة لتحقيق أهداف معينة، ده صحيح، لتنفيذ أجندات دولية تم ممارستها بالفعل، ونجاح هذه المخططات في تدمير بعض الدول العربية زي ما احنا شفنا في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وإسقاطات مستمرة على حكومات ودول ذات ثقل في المنطقة العربية، دول قيادية زي السعودية والإمارات وغيرها وغيرها. قناة الجزيرة قناة موجهة وبتستخدم وسائل غير مشروعة في بث فتن وأكاذيب لتضليل الرأي العام في الدول العربية والمنطقة العربية وتأهيل الدول العربية والشعوب العربية لاستقبال هذه الفتن واعتناقها أو تصديق ما يقال وما يتم
نشره من وسائل إعلامية غير صادقة وفبركة لموضوعات لم تحدث على الإطلاق، محاولة إثارة لحمل الرأي العام في الدول العربية للثراء وكراهية أنظمة الحكم القائمة. أي. وشفنا الكلام التضليل ده كان أساسا بيتم يعني إظهاره على أنه في الصالح، إنما هو يضمر كل الشر وكل السوء للدول زي ما حصل في البلدان العربية وفي وفق الفوضى الغير خلاقة بالرقم تحصل. بالضبط. يعني فندم مش من الغريب إن قناة بهذه الدرجة من المهنية، إحنا بنعترف إنه في مهنية في التقنية وفي استخدام المعدات وفي الفورمات بتاع البرامج، الحقيقة مستلهمين ده من البي بي سي ومن قنوات أخرى برضو مساهمين فيها، لكن مش غريبا أنه هذه القناة لا تتعرض أبدا للنظام القطري أو لأي من جرائمه أو من التخنيق على العمال أو من الشعب اللي بيلطم جوه قطر أو من رعاية قطر للإرهاب أو من تمويلها للأعمال الإرهابية والتمويل المفتوح لتركيا بلا حساب والقواعد العسكرية العديدة اللي موجودة داخل قطر. المفروض أن ده منبر بقى في دولة حرة يعني سياسيا يتحدث عن مصر وعن فساد الحكم فيها، فدي دولة حرة، يبقى من الشرف ان انا اتحدث عن المكان اللي ببث منه، ولا ايه رأي سيادتك؟ تمام حضرتك. يعني نظام القطري بتميم وما قبله والده ووزير خارجيته دول بيؤمروا من خارج المنطقة العربية لتنفيذ الأجندة دي، هم بينفذوها بكل دقة وبينفقوا مبالغ كبيرة جدا، وبالتالي بيبقى الكلام الكفاءة الإعلامية اللي هي احنا بنشوفها من خلال الأجهزة والتجهيزات الفنية في القناة ومراسلين والأتوات المبالغ اللي يتم سدادها للعملاء اللي هم بيتعاونوا معاها بينقلوا لها الاخبار المفبركه، ومعامل بتنقل وبتغير الحقيقه وبتصور صوره مضلله للمشاهدين. الكلام ده كله بيتم من خلال ميزانيه كبيره بتوفرها دوله قطر بتعليمات من القوى الكارهه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتعمل على الضغط على المنطقة العربية وعلى الحكومات العربية لتنفيذ أجندات معينة في النهاية بتخدم أعداء العرب وأعداء المنطقة العربية. طب سيادة اللواء، يعني كثيرين تحدثوا ومنهم أعضاء برلمانيين وقدمت طلبات إحاطة عن أنه إلى متى تظل مصر، طبعا معروف ان اي تلفزيون في المنطقة العربية هو اقام على اكتاف التلفزيون العربي اللي هو تلفزيون مصر بكفاءاته ومبنى مسبيره بمذيعينه بمخرجينه بكتابه بمنترينه بمصورينه، طبعا الثروة دي، لكن منهم من ضل الطريق بحثا عن الدولارات وراح في هذه القناة. الا يحن الوقت بعد الاتخاذ اجراء ضد هؤلاء المصريين اللي هم نجوم في قناة الجزيرة يشتمون من هذا المنبر، وحين توفرهم القناة يعودوا بقى إلى مصر بشكل طبيعي وممكن يعملوا في قنوات خاصة مثلا إعلامية؟ الحقيقة احنا بنطالب بالفعل بأن يكون هناك عقاب لأي إعلامي بيخون وطنه وبيخون بلده وبتعاون مع هذه الأبواق الإعلامية المضللة، وبيتم من خلالهم بث الأكاذيب وحمل المواطن على اعتناق فكر مغاير للاعتدال والثوابت القومية والوطنية، وده القانون بيجرمه ولن يترك أحد من هؤلاء بدون عقابه. يعني هل حضرتك يعني هذه المطالبة يعني ترجمت إلى أداة برلمانية بسؤال مثلا وزير الإعلام لاتخاذه إجراء من هذا القبيل أو قرار من هذا القبيل أو نقابة الإعلاميين أو جهة أخرى مجلس الأعلى الإعلام مثلا؟ هو مطلوب فعلا كواجب قومي ووطني على وسائل الإعلام اللي هي بتشاهد وبترصد كل هذه البرامج المضللة أو اللي بتحاول ان هي
تهدم أو تثير الفتن وتثير القلاقل والأكاذيب ونشر الشائعات أن يتخذ معها إجراء قانوني، وبالتالي النيابة العامة هي المسؤولة عن تلقي هذه البلاغات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، لأن احنا دولة مؤسسات ودولة بترعى القانون وأحكام الدستور وبتنفذه بكل دقة. أشكر سيادتك جدا، سيادة اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري. أقول لحضراتكم بعض التفاصيل عن الجملة قلتها سريعا كده في وسط كلامي مع سيادة اللواء، أن النائب جون طلعت عضو مجلس النواب طالب بحجب شبكة بي إن سبورت القطرية داخل مصر بعد تورط القناة المسمى بي جونيور. جونيور يعني المنطقة بتاعت بعد الطفولة بداية المراهقة كده، المخصصة للأطفال في مرحلة السنية الأكبر يعني من الأطفال الصغيرين. عرضت فيلم كرتون يروج للمثلية الجنسية، واصفا جون طلعت هذا الإجراء بالمهم للغاية اللي هو الحجب بقى لحماية النشء من الأفكار الهدامة واستغلال حداثة عمرهم للترويج لمفاهيم منافية للعادات والتقاليد والأديان. احنا يعني في انتظار، انا عارف طبعا انه ده مش سهل لانه بين سبورت موجودة في كل الاهاوي وبتاخد حقوق للأكبر الدوريات الخاصة بكرة القدم، اللعبة الشعبية الاولى في المنطقة العربية، فهو مش سهل، لكن الحقيقة يعني آن الأوان للتصدي لهذه الشبكات، مش هنقول بقى مشبوهة، هي مدانة بحسب حديث سيادة اللواء يحيى كدواني. وطبعا هو أي من هذه من هؤلاء الإعلاميين اللي كنا بنتحدث عنهم مع سيادة اللواء هو مش هيتجرأ يخش مصر، لأنه أصغر محامي شاب يستطيع أن يتقدم ببلاغ يحتوي اسطوانة مدمجة عليها حلقة من حلقات أحمد منصور أو غيره، وتنظرها النيابة العامة والقضاء المصري، وفي الحالة دي هيكون في سجن لأن فيها ترويج أخبار كاذبة، وهيكون فيها إشاعات، وهيكون فيها تحريض على نظام الحكم، وهيكون فيها تقليب للشعب على النظام السياسي. فيعني لكن أنا كنت أتمنى أنه يصدر قرار من وزارة الإعلام بمعاقبة هؤلاء، أو قرار من الخارجية المصرية بمنع دخولهم مصر مرة أخرى. كان في مطالبات بنزع الجنسية عنهم لأن اللي عملوه خيانة كبيرة، مش عايز أقول أسامي لأن عددهم كبير يعني. طيب أنا بكتفي مع حضراتكم بهذا العدد من الأخبار الهامة في مصر، ودقائق قليلة لنتحدث عن لبنان الجريح في تطورات كثيرة متلاحقة في هذا البلد الجميل حول إعلان الحكم في قضية رفيق الحريري، مقتل رفيق الحريري، وارتباط هذا بتفجيرات ميناء أو مرفأ بيروت، تحقيقات في هذا الانفجار والقصاص في القضية الأولى. كل ده هيوضح لنا إن شاء الله سيادة العميد رؤوف صباح المدعي العسكري بالجيش اللبناني بوزارة الدفاع سابقا، ورئيس المحكمة العسكرية بنفس الجيش. بعد دقائق قليلة إن شاء الله يكون معنا سيادة العميد.